انا سي بون داكوا قامت اليوم مصالح أمن المقاطعة الإدارية بيرمادايس بخرجة ميدانية لمتابعة وتطهير الأنشطة التجارية ومحاربة ظاهرة الاحتكار، حيث أفضت العملية إلى حجز 733 كيس ذات سعة 25 كيلوغرام من السميد، أيضا 297 كيس من القمح اللين فارينا ذات سعة 25 وكذا 50 كيلوغرام. مداهمة المخزن لبيع مادة السميد والفارينا المدعمة، وهذا دون وجود فواتير وبسعر غير قانوني بقيمة إجمالية 1,443,810 دينار جزائري.